مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا دي بارون. احنا رانا هنا اليوم باش نتكلموا على ان سوجي مهم اللي هو العدوانيه لاغريسيفيتي. العدوان او العدوانيه لاغريسيفيتي هي انفعال مجهز به الانسان، هذا يعني شيء طبيعي. لاغريسيفيتي راهي ولات شائعه في المجتمع. كي نشوفوا التلاميذ خارجين من المدارس، المظهر الاول هو لاغريسيفيتي، اضطرابات النفسيه للاطفال، وكاين هناك الرسم البياني راح يظهر على الشاشه ليبين هذه الاضطرابات النفسيه. حصتكم ولادنا تحت جناحنا الموجهه لكم يا اولياء تجيكم هذا الاسبوع بموضوع مهم هو العدوانيه عند الاطفال، لاغريسيفيتي شي لي زانفون. خطرات في الكرش نتاع يماه لو فيتوس اتاغريسي بالضبط يجي من تما يجيب لاغريسيفيتي. صح. اذا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا .com ولا صفحه الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. بقاو معنا، استنونا في حلقه قادمه ان شاء الله نقدم لكم فيها نصائح يساعدوكم ويعاونوكم باش تتعاملوا مع هذه الحالات هذو، باش تربيوا جيل جميل وتربي ولادنا اللي هما تحت جناحنا. من حق الدروس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق الطفولة صحة حلم وحنان، لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم وأمان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان، نفوسنا عنها مسؤولة، حقها واجب مهما كان.